سؤال بيقول ايه رايك في شخصيه زميل ولد يبكي على طول وعلى اتفه سبب؟ هو لديه مشاكل في بيته ولكنها مشاكل تافهه جدا، من الممكن ان يبكي امام البنات وهو يحتاج اصدقاء، انقف بجانبه ام نتركه؟ يعني طبطب عليه كل ما يعيط ولا يسيبه بقى الحال؟ الاول لن نتركه، بس ازاي بقى؟ ها السؤال هيبقى بس ازاي، لان انا فهمت من السؤال انه بيقول غالبا هي بقى ايه رايك يا بنت شخصيه زميل ولد، يعني هي عايزه تقول يبقى هي مش ولد، يعني ده مش خاصيته كده، ويبكي امام البنات. واضح ان انت انسان عاطفيه وحساسه وصعبان عليكي هذا الشخص. البكاء مش عيب، مش زي ما الناس فاكره، يعني ها داود النبي بكى، يسوع بكى، ها بكى يسوع، مش كده؟ البكاء مش عيب، مش زي ما احنا في المجتمع بتاعنا يقول له انت راجل اوعى تعيط اكتم مشاعرك. احنا في الطب النفسي وعلم النفس بنمنع كده، نقول ايه ده، ايه ده، ده الواحد لو قاعد يبلع دموعه جسمه يعيط له، يعني معدته يجي لها قرحه وقلبه يضغط ويجي له امراض يعني. فاحنا عيبنا ان احنا مش بنبقى بنقدر نعبر عن مشاعرنا، لا نعبر لو وصلت لدمعتين وماله، مش عيب ولا حاجه، بس ما يبقاش عياط وبكاء سلبي يعني كده على الفاضي والمليان. انما ده شخص واضح ان هو حساس قوي ومن حقكم تقفوا جنبه. بس اشمعنى هنخش في التجارب بتاع انا فتاة وشايفة شاب بيبكي وصعبان عليا؟ لا ارجعي بقى لابونا، دي قصة عايزة ريفرنس، عايزة حد نرجع له. ابونا هيشوف الخادم بتاعه هيوصي عليه، هيشوف هو عنده مشكلة اجتماعية ولا هي مشكلة نفسية ولا هو داخل في اكتئاب ولا ايه. قصص عايزة تدخل في الاكتئاب دلوقتي ابتدى بنشوفه في الاطفال، شوف اطفال مش حتى شباب، اطفال صغيرين بيقولوا انا حزين انا عندي اكتئاب. انا سمعت الكلمه دي من طفل، يعني زمان ما كانش كده، كان الطفل لما يبقى مكتئب كان ممكن يبقى ملوش نفس للاكل، مش قادر يروح المدرسه، معدته وجعاه، انما انه يقول زي الكبار انا حزين دي جديده بقى علينا. يعني كان سؤال زمان نساله الاكتئاب بيجي ازاي في كل سن، دلوقتي بقى لا، حتى الاطفال بيجي لهم اكتئاب، حتى الاطفال ريبورتد انه ابتدى ساعات يجي لهم افكار انتحاريه. فلا الحقوا كلموا ابونا، عشان لو القصه فيها حاجه عاوزه تدخل بروفيشنال نتدخل، لو الحكايه عاوزه رعايه واهتمام وظروف اجتماعيه وخدميه ابونا هيوجه الخادم ليه. وكتر خيرك على شعورك ده. يعني اكمل بعد اذنك حته جت في بالي، بس كل فضيله علمونا الاباء بدون حكمه ممكن تبقى ايه؟ تبقى رذيله، رذيله عكس فضيله. الحب فضيله، لو غابت الحكمه ممكن تبقى حاجه مؤذيه لصاحبها وللي حواليه. فالمشاعر بتاعت السؤال ده فيها مشاعر حب وحب اخوي صادق غالبا. انما الحكمه زي ما قال الدكتور فيكتور، اشمعنى يعني بيعرف قدام البنات بالذات؟ مش كده؟ وهي مفيش غير البنات اللي هتعرف تحل الاشكال اذا كان ولد، حكايه عاوزه حكمه. فزي ما قال الدكتور محتاجه اربع اعتراف، محتاجه خادم، محتاجه شله اصحاب ولاد يشوفوا حكايته يظبطوه يعني. انما البنات